السلام عليكم. طبعا الحين هاي الكوره بنسوي التجربه حق اللزوجه، فنقيس نصف القطر حق الكوره. طيب حط الكوره كذا، طيب نشوف كذا كم طلع، نحسبها من صفر الى صفر. طيب 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4. طيب هذا وزن، هذا طول القطر كامل. راح نكسب 0.4 الى 0. نقسمه على 2 يصير 0.2. حلو، نسجلها. بعدين نحدد المسافه اللي احنا نبغاها. كم المسافه؟ يعني ممكن تبغاها انت 60 سنتي، ممكن 80 سنتي، ممكن 50 سنتي. فانت راح ترمي الكوره، يعني نقول مثلا ان احنا نحدد المسافه من هذه النقطه الين يعني نقول مثلا الى هذه النقطه. طبعا ها يعني من النقطه 7 الين النقطه 57، يعني كم؟ يعني 50 سنتي. طبعا نحن نرمي الكوره، اول ما توصل عند 57 نشغل المؤقت، واول ما توصل عند 7 نقفل المؤقت. طبعا يلا نبدا. لحظه وغيره، بدينا. ايوه طبعا دحين تقريبا 8 ثواني، فا اوكي خلاص 8 ثواني، وبعدين نجيب كرة اكبر منها ونسوي نفس القياسات ونكتبها. طيب هو الدرس هنا فيسكوسيتي. طبعا هنا نصف القطر كتبناه صح؟ شوفوا هنا الار نصف القطر كتبناه. طبعا نصف القطر نربعه ويصير عندنا اكس معايا. وهنا السرعه، طبعا عشان نطلع السرعه نحن نكسب الديستنس اللي هي ممكن 50 سنتي اللي هي نص متر، نقسمها على التايم اللي هو كم؟ 8.9. نقسمه على كذا فيطلع لنا العدد. فلما يطلع العدد زي كذا طبعا نخليه، طبعا خلاص لما يطلع العدد يطلع لنا العدد هذا وصلى اللهم وسلم وكذا. ونفس الطريقة مع الكرة الثانية والثالثة والرابعة، طبعا حجامة مختلفة وبس. طبعا هذه واي اللي هي هذه واي اللي هو طبعا طلع التايم وطلع الار، بس هذول لا يساعدوك عن انك تطلع هذه وتطلع هذه خلاص. وبعدين القوانين، تسوي القوانين. هذا القانون، هذا قانون السلوب طبعا. هذا قانون المسألة. طيب وهذا قانون السلوب، قد تمشون بهذا يعني هذا افضل شيء. هذا قانون السلوب، هذا قانون المسألة، قانونين. هنا اكتب واحد، هنا اثنين، فخلاص تمشي مع هذا القانون. قرب شوية، خلاص كذا واضحة. يعني هذه ار تربيع، هذه السرعة velocity، وهذه density of solid، وهذه density of liquid، وخلاص صلى اللهم وسلم. طبعا هنا نفس الشيء، هنا خطوات الحل. ايوه اول شيء تطلع السلوب بهذه الطريقة، طبعا فرق الصادات على فرق الصينات، وبعدين تطلع هذا اللي هو بهذه الطريقة. طبعا خلاص كذا انتهت الحل ان شاء الله.